مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه، في هذا الصباح في سباقنا المحلي الاول. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثامن عشر الخاص للقعدان الحقايق من مسافه الاثنين كيلو مترات نسير، مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نسير مع البدايه ومع اول الاسماء واول الشعارات، ننطلق مع البدايه. اول الاسماء هنا كايف بشعار جابر بن خجين بن عايض العذبه، يقدم لنا كايف مع اول الاسماء. ثاني المراكز وصل المنطلق والمندفع مع ثاني الاسماء، وصل هنا مشير بشعار حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، يقدم لنا مشيرب، وايضا حصل تسلل من قبل لافي بشعر فرج بن علي بن محمد المشروم المري، يتقدم مع ثاني الاسماء. ثالث المراكز مشيرب بشعر حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، ورابع المراكز ارى القادم والمنطلق مع رابع الاسماء ورابع التحديات. وصل القادم مع رابع الاسماء من الجانب الاخر، يتقدم وينطلق عتيم بشعر خالد بن محمد بن حمد الوهيبي، يتقدم مع رابع الاسماء. خامس المراكز وصل القادم والمنطلق مع خامس التحديات، وصل وانطلق هنا الوذن بشعر هنا سند بن حزام بن محمد بن راشد المري، يتقدم مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، وأعود مع الصدارة، أعود مع البداية مع الانطلاق الأول. كايف بشعار جابر بن خجين بن عايض بن فرج العذبة، يقدم لنا كايف، وأيضا الوذن سند بن حزام بن محمد بن راشد المري، يتقدم وغير الوذن إلى الصدارة إلى الانطلاق الاول. وصل القادم هنا مواجه بشعار عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد الف هيدا، وايضا الاسم القادم من الجانب الاخر وصل شعار بن جار الله، ينطلق معه هنا شباب عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، يخير الى الصداره. شباب انطلق الى البدايه الى الصداره. ثاني الاسماء مواجه بشعار عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد الف هيدا، وايضا وصل كرار جابر بن سالم بجابر الجربوعي، يتقدم مع كرار. كايف مع رابع الاسماء، ولكن اعود مع الصداره. شباب عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، يقدم لنا شباب. تهانينا والناموس لمالك شباب عبد الله بن جار الله النابت على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل كرار بشعر جابر بن سالم بن جابر الجربوعي. ثالث المراكز كان كايب بشعار جابر بن خجيم بن عايض العذبة، ورابع المراكز مواجه بشعار عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن محمد آل فهيدة، وخامس المراكز الوذن بشعار السند بن حزام بن محمد بن راشد المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك شباب. ولحظة وصولي إلى خط النهاية، التوقيت الزمني 3:06، 15 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شباب عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. ثاني المراكز كان كرار، والتوقيت الزمني 3:08:07. تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. ثالث المراكز حضر كايف، والتوقيت الزمني 3:08:43. تهانينا والناموس لمالك كايب هناك جابر بن خجين بن عايض بن فرج العذبة، فتهانينا والناموس.